السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطلاب الصف الأول من التعليم التجاري. الصف الأول من التعليم التجاري، أهلا ومرحبا بكم في المراجعة العامة للترم الأول لمادة اللغة الإنجليزية. إن شاء الله إحنا النهاردة هنحاول نحل امتحان تاني من الامتحانات العامة لمادة اللغة الإنجليزية، ونتعامل مع كل نقطة على أساس إن إحنا نقدر نحاول نحل كل شيء إن شاء الله. الامتحانات الجاية بإذن الله الأسبوع الجاي، ربنا يوفق الجميع يا رب إن شاء الله، ويجعل الموضوع سهل علينا وعليكم إن شاء الله، ويعد الأمور بخير بإذن الله. نيجي بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا قبل كده قدمنا حلقة الأسبوع اللي فات، هتتعرض إن شاء الله، ودي الحلقة التانية، ونقول بسم الله. نيجي نشوف للسؤال الأول في الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. ده موديل exam for the first year، ده نموذج امتحان. اول حاجة طبعا في الامتحان بتاعنا بيجينا مجموعة من الجمل الاختيارية، 10 جمل، منهم 5 structure grammar يعني، و5 vocab كلمات، فاحنا هنشوف هنتعامل معهم ازاي. السؤال ده من حوالي من 10 درجات، كل جملة بنقطة بدرجة واحدة. اول جملة معانا بتقول ايه؟ 2 times 8 equals. دي عملية حسابية، 2 times 8. يبقى معنى كده هنحاول نشوف 2 يعني 2، 2 تايمز، تايمز دي يعني ضرب، 8 ايكوالز، ممكن تيجي لي ايكوالز وممكن تيجي لي از، الاثنين واحد ما فيش اي مشكله خالص في الاثنين، يا اما ايكوالز يا اما از، الاثنين بمعنى يساوي. فاحنا هنشوف، اما نيجي نشوف مساله زي كده لازم نعمل عمليه حسابيه صغيره بالقلم معانا على اساس نشوف نقدر نحل العمليه دي ازاي بكل سهوله جدا. ناخد بالنا احيانا ممكن فيك عندنا تايمز، في عندنا بلس يعني زائد، في عندنا ماينس ناقص، في عندنا ديفايدد باي يعني القسمه على او مقسوم على. فاحنا هنشوف هنا 2 تايمز 8 ايكوالز، يبقى معنى كده 2 ضرب 8 ايكوالز يساوي كام؟ في عندنا 10 60 66 16. انا سامع الاجابه طلعت مستعجله شويه، نركز شويه، عشان هنا تايمز بمعنى ضرب، يبقى كده ما هيكون الناتج عندنا 16، يبقى 2 تايمز 8 ايكوالز 16، 2 تايمز 8 از 16. نمبر 2، هي از فروم استراليا، هي از فروم استراليا، سو هي سبيكس، بيتحدث ايه؟ الاسترالي بيتحدث ايه؟ استراليان، جيرمان، انجلش، فرنش. السؤال ده موجود عندنا في كتاب المدرسة بتاعتنا، موجود ورا في خلفية الكتاب، في the country الدولة موجودة، the capital، the currency، the nationality، the language يعني الدولة والعاصمة واللغة والجنسية والعملة بتاعتها كمان، كل ده موجود في خلفية الكتاب. فهنا هنشوف الإجابة بتاعتنا هتكون إيه؟ he is from Australia so he speaks English so he speaks English. بعد كده are stars in the sky، في عندنا بدأ space، are stars in the sky، these هنختار ما بين these those this that. that ده اسم إشارة، كل دول أسماء إشارة. that للاسم المفرد البعيد، this المفرد القريب، those الجمع البعيد، these الجمع القريب. طب ناخد بالنا من نقطة جميلة، هنا عندي هنا ار، يبقى معنى كده عندي جمع، يبقى معنى كده بستبعد أي شيء خاص بالمفرد، يبقى معنى كده these and those. طب نشوف in the sky يعني فين؟ في السماء، مش قريب من إيدي، يبقى بعيد، يبقى الحاجات دي هتكون إيه؟ اختيارها هيكون those، اختيارها هيكون those. after this number 4، I am from Cairo، I am from Cairo، عايز هنا question word، where، why، when، what. طبعا دي سهلة وبسيطة، السؤال معتاد عندنا، يبقى هنقول كلمة ايه؟ ها، where are you from، اختيار where are you from. نشوف بعد كده، I need 3 space of paper clips. ناخد بالنا في هنا sheets، في هنا rolls، وفي هنا box and boxes. ناخد عندنا من كلمة paper، paper يعني ورق، تمام؟ يبقى أهل الاسم اللي هو الخاص عشان أحول الجملة دي لجمع، هيكون عندنا كلمة إيه؟ 3 boxes of paper، 3 boxes، 3 صناديق منين؟ من الورق. أوكي؟
نشوف بعد كده. هنيجي جملة نمبر 6 بتقول ايه؟ Is he in the class? Is he in the class? هنا الجملة بدأ فعل مساعد is. جميل. الإجابة عندي must be yes or no. Must be yes or no. طب عندنا جاوب بنو. احنا متعودين yes he is, no he isn't. Yes she is, no she isn't. Yes I am, no I am not. بس احنا هنا لازم نقرأ الجملة بالكامل. لازم نقرأ الجملة بالإيه؟ بالكامل. Is he in the class؟ هنا الإجابة تقول إيه؟ ها؟ No he ها؟ حد يقول لي معايا؟ لا نكمل الجملة بقى عشان نجيب الإجابة الصح بتاعتنا. With the manager. With the manager. With the manager هنا يبقى أنا مضطر أختار جملة مثبتة. الفعل بتاعي لازم يكون مثبت لأن الجملة عكس السؤال. أما جبت نو ما جبتش نفس. لو يعني أنا حبيت أقول نو إيزنت يبقى أقول إيه؟ نو هي إيزنت إن ذا كلاس. نو هي إيزنت إن ذا كلاس. ولكن هو قال لي إيه؟ نو هي إز وذ ذا مانجر. يبقى جاب عكس السؤال مع نو يبقى الجملة تكون مثبتة على طول. طالما جاب الإجابة بعد نو عكس السؤال يبقى لازم الجملة تكون مثبتة مع نو. نمبر 5 نمبر 7 هاو سبيس جو إز ذير. جوس عصير. Uncountable noun اسم لا يعد. يبقى على طول هنا انا بسألش عن سعر ده عندي بسأل عن كمية عشان في بعدها كلمة جوس. يبقى how much juice. How much juice. طب لو كان السبيس عندي موجود بعده جامع بلورال يبقى انا هضطر اختار كلمة ايه؟ many. يبقى الاجابة عندي هنا زي ما قلنا how much juice is there. يبقى عشان الاسم لا يعد بسأل عن الكمية بتاعته مضطر استخدم كلمة much. Number 8 sentence number 8 it's a quarter to 9 at night. It's a quarter to 9 at night means it's هنا احنا بنستخدم at night يعني PM بعد الظهر وهنا بيحسب الوقت فوق في الجملة بوقت محسوب 12 ساعة صباحا 12 ساعة مساء انما هنا تحت بيستخدم لي توقيت ال 24 ساعة اللي هو احنا بنستخدمه in planes with planes في الطائرات مع الطائرات in airports and train stations and so مع الطائرات مع القطارات في المواعيد اللي بتستخدم 24 ساعة توقيت. فاحنا علشان نحسب حاجة زي كده نشوف الأول هل التوقيت صباحا أم مساء؟ لا التوقيت مساء. يبقى معنى كده أحسب التوقيت الأول كأنه AM و PM وبعدين أضيف عليه ال 12 ساعة علشان مساء. طيب مثلا بيقول هنا quarter to 9 at night يبقى معنى كده الساعة 9 على ربع يعني 8:45 و 12 يبقى 20:45 يبقى هي موجودة عند هنا اهي اللي هي 20:45 يبقى الإجابة بتاعتي 20:45 يبقى معنى كده 9 إلى ربع مساء بتعني الساعة 20:45. نشوف بعد كده نمبر 9 is a city in Italy space is a city in Italy. ايه المدينة اللي في ايطاليا من الجمل اللي عندنا؟ هل هي روم اثينز لندن باريس؟ طبعا على طول ده برضو سؤال من الجزء الموجود خلف في نهاية الكتاب علشان كده هنلاقي الإجابة بتاعتنا روم. نمبر 10 where is he وعند كلمة to after the space to his room sitting to sleeping to running to cooking to. اي واحدة من دول verb plus ing مضارع مستمر على اساس عندنا verb is موجودة معنا يبقى am is are verb plus ing ده بنسميه المضارع المستمر هو present continuous معنا ولكن انا يهمني هنا الفعل بتاعي خاص بالmeaning كمان معايا عشان كلمة to his room يبقى انا مضطر اختار جملة كلمة ايه running يبقى where is he running to his room. بعد كده language functions عندنا هنستخدم نشوف السؤال جاي ازاي. supply the missing parts in the following dialogue at a train booking window. في هنا محطة قطار وصاحبنا بيحجز بقى على الشباك. نشوف المحادثة الأول وبعدين نحاول نشوف الإجابات بتاعتها. نحاول نقرأ الديالوج كله من الأول خالص. the dialogue between a clerk موظف and خالد. Excuse me, where? Question. الإجابة بتاعتي I am going to Aswan.
كليرك بيسأل خالد تاني single or return a ticket. تمام. بعد كده please. بعدين سؤال وبعدين it's 100 Egyptian pounds. نشوف هنا السؤال الأولاني بيقول إيه. Excuse me where. وفي إجابة تحت كاملة على السؤال مبدوء بوير. هنا قال إيه. I am going to Aswan. I am going to Aswan. طب أنا هعمل السؤال من خلال الإجابة. يبقى السؤال عندي بادئ بوير، يبقى معنى كده تو أسوان دي هتتحذف عشان أنا سائل عليها بكلمة إيه؟ بكلمة وير. يبقى عندي هنا I am going to. تبقى عندي هنا I am going. أما أجي أعملها بعمل مقص تبديل ما بين الفعل المساعد am وبين السبجكت I. ولكن I هنا هتصبح كلمة إيه؟ you. يبقى وير ها؟ ويو تاخد R في البريزنت كونتينوس، يبقى وير إيه؟ نشوف الجملة كده ها؟ يبقى where are you going؟ يبقى الإجابة بتاعتي هنا are you going تتكتب في space number one. طب بعد كده السؤال اللي بيقول single or return ticket. single or return، أي سؤال عندي هنا single or return أنا اختار. طب أنا اخترت return، واحد يقول لا مثلا أنا اختار تيك، أنا اختار single صح. أما يكون yes no question عندي، yes no question عندي وفي كلمة or موجودة، أنا اختار يا إما اللي قبل يا إما اللي بعد. any yes no question أي سؤال بمعنى هل، وعند كلمة or موجودة، عند كلمة or يبقى هو بخيرني ما بين اللي قبل or واللي بعد or، ما بين اللي قبل or واللي بعد ايه or. يبقى في الحالة دي انا هستخدم اي واحدة من الاثنين، وتكون الاجابة ممكن تكون صح لدي او صح لدي عادي، ما فيش اي مشكلة، لان انا هنا مش ملزم بشيء معين من خلال ما قرأته في المحادثة بتاعتي. نيجي نشوف فيما بعد في سؤال اجابته it's 150 Egyptian pounds. It's 150 Egyptian pounds يعني 150 جنيه. يبقى معنى كده بيسأل عن سعر، عن ثمن. السؤال عن السعر أو الثمن بكلمة إيه. نيجي بقى نشوف الإجابة كده تكون معنى إيه. يلا نبص على الشاشة. How much is it؟ How much is the ticket؟ How much is the return ticket؟ وهكذا أي سعر أنت تقوله على حسب الإجابة بتاعتك. فهنا السؤال بتاعي It's 150 Egyptian pounds، ده سعر ده ثمن. ففي الحالة دي أنا مضطر أسأل بكلمة How much للسؤال عن السعر أو الثمن هنا، وبعد فعل مساعد مباشرة بالجملة زي ما احنا شفنا. يبقى بنقول How much كم للثمن أو كم لسعر الشيء. بعد كده هنيجي على السؤال الثالث. السؤال الثالث عندنا Reading Comprehension. سؤال جميل جداً وهنشوفه على أساس السؤال الثالث، وهنشوف القطعة بتاعتنا وإيه اللي موجود جواها. نقرأ القطعة بتاعتنا كويس ونشوف الكلام اللي فيها تمام، وعلى أساس هنحل الأسئلة اللي موجودة عليها. Last Friday was my best day. Our family went out to the park to enjoy our day there. We prepared our food and drinks the day before. We took fruits, vegetables, different kinds of juice, bread, and chickens. My sister preferred to read after preparing food with my mother. My father was reading the papers at that time. My two brothers were playing football with their friends near to us. After having lunch, we all had our favorite drinks, and my father asked tea for us from the park canteen. In the evening, my mother asked my father to go to the cinema to watch a movie she likes most. After the cinema, we went home and slept at once because we were so tired. I can't forget that day. I liked it so much. دي ريدنج بتاعتنا. يبقى من خلالها فهمنا المعلومة اللي موجودة، والأسئلة إن شاء الله بتكون بسيطة ونتعامل معها واحدة واحدة. نشوف كده. أول سؤال بيقول إيه بقى؟ هنا جاي لي choose the correct answer. هنختار من الأسئلة اللي موجودة. How many people like to read؟ How many people like to read؟ في كم واحد بيحب يقرأ؟ سمعنا كم واحد سيرته جت في القراءة؟ 3 2 4 5. نشوف كده الإجابة بتاعتنا 2. لأن هو قال إيه؟ My sister like to read. تمام. وفي نفس الوقت my father was reading. يبقى معنى كده انا عندي two persons مهتمين بالقراءة هنا. my sister likes to read تحب تقرأ after doing something، و my father
was reading كان بيقرأ يبقى معنى كده I have two persons my sister and my father. Question number two. السؤال الثاني بيقول إيه؟ Where did we go yesterday? Where did we go yesterday? رحنا فين امبارح؟ خرجنا فين؟ سينما. خرجنا سينما انت بارك. خرجنا بارك. خرجنا نو بليس. ما رحناش مكان خالص. لا خرجنا امبارح بس. رحنا فين؟ يبقى معنى كده طالما خرجنا يبقى نحذف كلمة نو بليس اوت اوف اور تشويس. من بين اختارنا كده نطلع اوت كلمة نو بليس ونيجي نشوف هنا سينما. فعلا راحوا السينما. قال لا طب هم اساسا راحوا البارك. خرجوا البارك. وينت اوت تو ذا بارك. قال لا يبقى سينما ولا بارك. نمبر بي نشوف كده في ايه. سينما اند بارك. لو هم راحوا الاثنين يبقى ما ينفعش اختار سينما بس، ما ينفعش اختار بارك بس، علشان انا عندي اجابه اقوى من الاثنين اللي هي سينما اند بارك. اجابه اقوى من الاثنين، اقوى من سينما واصح من بارك كمان، لان بارك بس لا رحنا سينما كمان. طب انا عندي سينما اند بارك، يبقى سينما اند بارك هي الرايت انسر بتاعتي. اوكي كويشن نمبر 3. بلايد فوتبول. في سبيس وفي عندي بلايد فوتبول. مين بقى؟ مين اللي لعب كوره؟ فادر؟ على ما اعتقدش. He was reading, I think. Mother? كان بيجهز في الأكل and so. Brothers? ولا sisters? ولا my sister? لا, my sister was preparing food with my mother. And she read. وقرأت كمان. يبقى معنى كده brothers. معنى كده brothers. Brothers فعلا. Brothers played football. إخواني هم اللي لعبوا كرة قدم. نيجي نشوف sentence or question number four. We are persons in my family. كم شخص هما؟ 3 4 5 6. ما نفكر كده ونعدهم. هو father و mother موجودين طبعا. How many sisters؟ 1 كمان. How many brothers؟ I think they were 2 brothers. طب نشوف كده. 6. ازاي مستر انت بتقول father mother sister 3 2 brothers يبقى 5. طب وانا اللي بتكلم انا. يبقى احنا كده كلنا كام؟ 6 persons. 6 person. في نوع تاني بقى من الاسئله not a choice question، مش سؤال اختياري، لا with question mark. Where did my father get tea؟ هو جاب لنا شاي منين؟ جاب منين؟ نسمع كده ان هو جاب منين؟ from the park canteen. يبقى هو سألني هو جاب شاي منين. انا افكر مثلا كده احنا ما جبناش شاي، ده هو راح جاب شاي يبقى جاب شاي واحنا في البارك. يبقى from the park canteen دي موجوده برضو عندنا في الاختيارات في جوه في القطعه معانا. question number 6. what does the underlined word there refer to؟ السؤال ده حلو جدا جدا وجميل. اما يجي لنا سؤال زي كلمه there ده او كلمه refer to، كلمه تحتها خط refer to، احدد الاول معنى الكلمه واحدد نوع الكلمه. بمعنى الكلمه الذر دي عندي هي ايه؟ ظرف زمان، ظرف مكان، بتدل على شخص، مذكر او مؤنث. طيب وبعد ما اشوف الكلام ده ارجع للجمله اللي قبلها، لان اي ضمير او اي ظرف او اي حاجه يدل او يعود على ما قبله، يعود على ما قبله. فاحنا نرجع للخلف شويه، نرجع للخلف شويه نشوف كلمه ذير. ذير خاصه بمكان، يبقى انا اشوف المكان بتاعي اللي قبل كده، المكان بتاعي اللي قبل كده. طب انا لا بفرض احيانا يجي لي مكانين، يجي لي مكانين، والمكانين طبعا حتى لو كان جاي لي اختيار مش شرط كويشن مارك يعني او كويشن وورد كده او كويشن زي ما احنا شايفين بالشكل السؤال ده، اشوف المكان ده ممكن افهمه من الجمله. يبقى لو جاي لمكان واحد خلاص خير وبركه، العمليه بقت سهله ايزي خالص. طب جاي له مكانين اشوف الجمله بقى بتتكلم عن ايه. فهنا هيتكلم على مكان واحد على ما اعتقد اللي هو عندنا كلمه ايه؟ the park. يبقى هنا هنتكلم يبقى where does the underlined word there refer to. كلمه there refers to the park، بتشير الى المتنزه اللي كانوا متواجدين فيه. بعد كده في سؤال تاني خاص باختيارات برضو. هي في عندنا في الان هيجي عندنا 7 كلمات زي ما احنا شايفين. هنقرأ الكلمات بكل هدوء جدا 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 ونشوفهم كويس، وبعد ما نشوف الكلمات نبدأ نخش على الجمل اللي معنا. أول كلمة costs، بعدين accounts،
sales, journey, December, buy, buy. اثنان buy واحدة بمعنى يشتري، واحدة ممكن تكون خاصة بالوسيلة يعني مثلا وسيلة مواصلات أو ما شابه ذلك، أو ممكن حتى تكون معنى خاص بالمبني المجهول والمعلوم وهكذا. نشوف بقى بعد كده الجمل بتاعتنا. He goes to school. وفي عندي كلمة بس. انت لسه قايل الوقت يا مصر بيتكلم عن وسيلة، فالوسيلة بتاعتي وسائل المواصلات بشكل عام تاخد كلمة ايه؟ نشوف كده. تاخد كلمة ايه؟ باي. طب هل ممكن وسائل المواصلات تاخد حاجة غير باي؟ ممكن وسائل المواصلات تاخد حاجة غير باي اذا كان في فاصل ما بين الوسيلة، تمام، وحرف الجر بتاعها. ازاي؟ ما ينفعش اقول باي ذا بس، اقول اون ذا بس. يعني في كلمة ذا او حرف التنكير ايه او ان مثلا على حسب الكلمة بتاعتي، يبقى احنا معانا يبقى نقول on the. طب لو ما فيش فاصل في حاجة تانية، في on foot، في ايه؟ وسيلة المشي، الذهاب للمكان بمشي، on ايه؟ foot، تمام؟ يبقى في on the bus. قال لا، طب ما في on air، ها؟ on the air، by air، تمام؟ في on the sea او by sea، اللي هي on the ship او by ship، عادي. دي حاجات برضو خاصة بالمواصلات موجودة عندنا. نيجي نشوف number two. it much to buy. هنا هنا كلمة it معايا هنا اللي هو البرونون subject pronoun بتاعي محتاج verb، محتاج فعل. الفعل الوحيد الموجود عندي فوق كلمة ايه؟ costs. الفعل الوحيد الموجود عندي فوق كلمة costs ده present simple بتاعي، بقول it costs much to buy، تمام. sentence number three. he is responsible for the of the people. the responsible for مسؤول عن، هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن accounts ولا sales ولا journey ولا December ولا buy فعل بمعنى يشتري. نيجي نشوف هنا. احنا قلنا طبعا كوست انها خاصة بيت في الجملة التانية على اساس ان buys ما فيش فيها اس طبعا، it costs. يبقى تلاتة هنا هنختار responsible for the ايه؟ ها؟ the accounts، الحسابات. يبقى هو مسؤول عن حسابات الناس، يبقى هيز ان اكاونتنت يعني شخص محاسب مسؤول عن حسابات الناس. سنتنس نمبر 4. ماي براذر از ا، وبعدين كلمه مانجر، فالسبيس هنحط في السبيس قدامها كلمه ايه؟ ها، السيلز مانجر. السيلز مانجر، تمام. ملاحظين هنا اسماء الوظائف الكبيره والكلام ده الحروف بتاعتها الاولى ايه؟ كابيتال. سنتنس نمبر 5. How long does the space from Cairo to Aswan take? How long طول المدة. طول المدة يعني ايه؟ عندنا ممكن نختار ايه؟ How long does the journey، الرحلة، كم طول المدة اللي تستغرقها الرحلة من القاهرة إلى أسوان. نشوف الجملة الأخيرة. بدأ number 6 بدأ space is the last month of the year. اخر شهر في السنة عندنا ايه؟ طبعا مفيش عندي غير كلمة ايه؟ ديسمبر. ده كان السؤال الرابع عندنا في الاختيارات، تمام، اللي هو السؤال الرابع في ورقة الامتحان، اختيارات في الان من خلال 7 كلمات وست جمل معانا في عندنا، بيكون عندنا كلمة زيادة. نشوف بعد كده عندنا ايه. السؤال الخامس عندنا اللي هو writing، تمام. نشوف هنا بيقول لي write a paragraph of about 60 words، 60 كلمة، on one of the following. في موضوعين عندنا هنختار منه موضوع نتكلم فيه، بس احنا برضو هنحاول نتكلم في الموضوعين علشان نتعلم هنعمل ايه فيهم. ممكن يجيب لي guiding words وممكن يجيب لي guiding questions، يعني اسئله بتساعدني او كلمات بتساعدني. نشوف النوع الاول جاي معانا ايه. your school، مدرستي، تمام، هتكلم عن مدرستي، عن مدرستك. هنا جايب لي عدد من الاسئله. طب جميل، اعمل انا ايه في الاسئله؟ هل انا مجبر اجاوب على الاسئله دي كلها؟ لا، مش مجبر. امال انا بستخدم الاسئله دي كفكره، افكار بتساعدني ان انا اكتب عن مدرستي. يعني انا مش ملزم بالظبط بالظبط ان اجاوب على كل الاسئله، لا، انا استخدم الاسئله بتاعتي دي كافكار اشتغل بيها زي ما انا عايز،
ازود انقص منها مفيش مشكله. طيب ولما اجي اجاوب لو انا حبيت استخدمها نفسها اجاوب incomplete sentences full sentences جمل كامله، مفيش بقى جمل ناقصه اختصارات كلام من ده. حتى لو عندي سؤال yes no question برضو احله in full answer جمله كامله، برضو اجابه كامله، برضو مش اجابه مختصره. دي نمره واحد. نمره اتنين، اما نيجي بقى نكتب الباراجراف بتاعنا احنا نسهل العمليه على نفسنا شويه. نسهلها ازاي؟ نكتب نقرا الاسئله او نرتب افكارنا ونكتبها كده على جنب افكار باللغه العربيه، جمل بسيطه subject verb object or completing فاعل فعل مفعول او تكمله معانا نكمل بالجمله البسيطه بتاعتنا. ما نصعبش الدنيا ابدا، نسهلها خالص. جمل بسيطة انت تقدر بعد ما تعملها بالعربي تترجمها لانجليزي، بس من جوه الافكار، من جوه الموضوع اللي هو عندنا. الموضوع اللي هو كلمة ايه بقى؟ your school. يبقى انت تتكلم عن مدرستك، اتكلم عنها باي طريقة باي وضع انت عايز تتكلم فيه، انا موافقك. نلتزم بالادب اللي موجود فيها، الجمل اللي موجودة فيها جمل بسيطة، ما نعقدش الدنيا، ما نكبرش الدنيا، ما نصعبش الدنيا على نفسنا. وزي ما قلنا نحاول نكتب الموضوع باللغة العربية بسيطة ونقدر نترجمه بعدين، يعني نعمل أفكارنا وبعدين نترجم أفكارنا للغة إنجليزية بسيطة نقدر ناخد بها أعلى الدرجات في الموضوع بتاعنا ده. تعال نشوف الأسئلة ونحاول نحله مع بعض. أول سؤال بيقول لي إيه؟ How many days do you go to school؟ كم يوم بتروح المدرسة؟ 2. How do you go to your school and back؟ بتروح وبترجع إزاي؟ When do you get to school and leave؟ امتى بتوصل وبتمشي؟ وتغادر يعني ميعاد مروحك وميعاد وصولك وميعاد مروحك يعني. Do you like your school؟ بتحب مدرستك؟ Why؟ Why not؟ قلت ليه او ليه لا على حسب ما انت عايز تقول. What's or what is your favorite subject؟ مادتك المفضلة ايه؟ How do you enjoy your break؟ بتستمتع بالفسحة بتاعتك ازاي؟ بالبريك بتاعك في الفسحة بتاعتك ازاي؟ احنا قلنا الاسئلة دي افكار فقط لا غير، تستخدمها ما تستخدمهاش، بس انا عايزك تتكلم عن مدرستك your school about your school. طب نشوف كده الكلام اللي عندنا طلع ايه. اول سؤال I go to my school 5 days a week، خمس ايام. جملة بسيطة جدا ايه؟ I always go on foot، دايما بروح سيرا على الاقدام. I go with my brother at 7 in the morning and back at 2 in the afternoon. هو قال لي بتروح امتى بترجع امتى؟ رحت بروح الساعة 7 مع اخويا زود 8 عندي، تمام، in the morning and back at 2 in the afternoon، برجع الساعة 2 بعد الظهر. I like my school because I meet my friends. انت بتحب مدرستك ولا لا؟ يعني بتحب مدرستك؟ بحبها. طب بتحبها ليه؟ I like my school، بحب مدرستي because I meet my friends there، بقابل أصدقائي هناك. بعد كده I like English very much. لو احنا لاحظنا ده بترتيب الإجابات على الايه؟ على الأسئلة. I enjoy break playing with my friends and eating our sandwiches. بحب البريك، طبعا بحب البريك، طبعا مفيش حد يحب الراحة، كلنا بنحب الراحة، كلنا بنحب الفسحة والوقت الفراغ بتاعنا بنحب نقضيه زي ما احنا عايزين، تمام. playing with my friends بلعب مع أصدقائي and eating our sandwiches وبناكل سندوتشاتنا. ده الباراجراف. أنا عايز بقى حضراتكم تبصم على كل سؤال وكل إجابة وتقارن وتشوف الجملة تجاوب عليها ازاي وتعاملت ازاي، مش أكتر من كده. بنحذف كلمة الاستفهام بتاعتنا، في verb is like do or does بيتحذف، تمام، وبعدين بنجاوب إجابة بتاعتنا على حسب الزمن البسيط اللي انت مختاره وبتتكلم فيه. ما تعقدش الدنيا وحدد إجاباتك بزمن واحد، ما تكبرش ما كترش الأزمنة عشان ما تلخبطش حالك، وبسط الأمور على نفسك خالص، ما تصعبش الدنيا أبدا أبدا على نفسك، تمام كده. وليسنا كوشن بتاع نمبر 4 Do you like much? Yes I like my school. لأ. Much? Yes I do like my school. لأ. جبت complete sentence، قلت إيه؟ قلت I like my school because I meet my friends there. جبت جملة كاملة، ما قلتش yes I do أو yes I like my school، لا ما فيش الكلام ده، ما فيش no I don't وما فيش no I don't like my school، ما فيش الكلام ده. يبقى نجيب complete إيه؟ answer، هي فقط فكرة عشان تكتب بها جملة بسيطة وسهلة. نشوف النوع الثاني من الباراجراف معانا النهاردة. النوع الثاني من الباراجراف using a photocopier، استخدام آلة التصوير. ده من ضمن المواضيع اللي موجودة في كتاب المدرسة، أوكي؟ هنشوف كده الكلام جاي عندنا ازاي. الله، نبص عندنا كده في مجموعة كلمات موجودة عندي،
وكل كلمه او كل مجموعه كلمات في شرطه مايله ما بين الكلمات وبعضها. ايه الشرطه المايله دي؟ بتقول لك اعمل جمله من اللي قدام واعمل جمله من الجزء اللي جاي. يبقى انا بعمل جمله من الجزء ده والجمله من الجزء ده، تمام، وارتب الجمل بتاعته ورا بعض زي ما شفت في الاكسرسايز الاولاني او الباراجراف الاولاني، تمام، اللي فات بتاع الاسئله، وجمل مرتبه ورا بعض. يعني كل مجموعه كلمات يا مستر بنكون منها جمله سليمه، جمله مفيده على حسب ما احنا شايفين. قلنا العمليه سهله مش صعبه. طالما كده نيجي نشوف الكلمات اللي عندنا. سويتش اون، افتح. اوبن، افتح. ليد، ايه الفرق بين سويتش اون؟ سويتش اون دي خاصه بفتح جهاز، فتح كهرباء، الكلام ده كله. اوبن ليد، ليد اللي هي الغطاء بتاع مكنه التصوير. بليس، بليس هنا معنى مكان؟ لا، بس بليس هنا بمعنى ضع. بليس هنا معنى ضع، فيرب وليست ناون. بيبر، داون، الورقه. كلوز، اقفل. ليد عكس اوبن ليد اللي قدام. بريس، اضغط. نمبر، كوبي، نسخ. بريس، اضغط برضو، تمام. بتون، ستارت. بتون اللي هو زر، تمام. ستارت يعني ايه؟ يبدا. طب نيجي نشوف هنكتب الباراجراف بتاعنا ازاي. كلمه سويتش اون اللي عندي، لا انت بدات بمستر كلمه فيرست. انا ممكن اجيب الخطوات بعد، طالما هي خطوات ممكن اجيب فيرست ذن افتر ذات نيكست والكلام ده والحاجات دي علشان احبش او احلي الباراجراف بتاعي شويه. فيرست سويتش اون ذا فوتوكوبير. سويتش اون ذا فوتوكوبير يعني ايه؟ سويتش اون ذا فوتوكوبير، افتح اله التصوير، شغل اله التصوير بتاعتك. ولا هصور وهي مطفيه؟ لا، هنصور وهي شغاله طبعا. then بعد ذلك open the lid، افتح الليد، طبعا موجوده. يبقى شوف انت بس احنا زودنا ايه ما بين الكلمات وبعضيها. شوف احنا زودنا ايه ما بين الكلمات وبعضيها. open the lid، افتح الليد، افتح الغطاء اللي موجود. after that، وبعد ذلك. place the paper face down، ضع وجه الورقه على الايه؟ على الاسفل. ضع وجه الورقه لتحت على الاسفل، يعني متغطيه على وش الازازه يعني بتاع مكنه التصوير. close the lid، بعد ما افتح، بعد ما افتح، بعد ما احط الورقه واقفلها، اقفل الليد اللي انا كنت فتحتها في الاول عشان اغطي على الورقه عشان هنبدا التصوير بتاعنا. next، press the number of the copies which you want. انا عايز اصور كم صفحه، كم نسخه؟ نسخه 2 3 4 زي ما انا عايز، تمام. يبقى press the number of the copies، اضغط رقم او عدد الصفحات النسخ اللي انا عايز انسخها. فاينل، اخيرا، بريس ذا جرين، بريس ذا جرين بتون تو ستارت كوبينج، اضغط على زر الايه؟ التشغيل عشان ابدا اعمل عمليه التصوير بتاعتي. اللي مطلوب من حضرتك شوف مجموعه الكلمات اللي انا جايبها، تمام، زائد ان حضرتك تحاول بعد كده تشوف مجموعه الكلمات وانا عملت الجمله ازاي، زي ما شفنا الاسئله وشفنا عمليه الايه؟ الاجابه. بكده نقدر نعمل الباراجراف اللي احنا عايزينه. نيجي نشوف السؤال اللي بعد كده بيكون ايه. رايتنج اميمو، السؤال السادس، كتابه ميمو. برضو الميمو خدناه قبل كده، فاحنا برضو هنشوف الميمو. زي ما قلنا قبل كده الميمو عبارة عن رسالة. رسالة من مين؟ رسالة من شخص مسؤول إلى أحد موظفيه، إلى أحد مرؤوسيه، تمام، إن هو ينفذ مهمة بسيطة، ينفذ مهمة بسيطة. ورقة مثلا بتتكتب، بتتحط مثلا، بتتبعت له إن هو ينفذ 1 2 3 حاجة بسيطة، على أساس بدل ما يتكلم معاه ويقول معاه، لا، بيديها له وبيحطها له وبيعرفه بيها، والشخص المسؤول بينفذ الميمو في التاريخ المحدد، في التاريخ أو قبل التاريخ المحدد على حسب المطلوب منه جوه الميمو. فهنشوف الميمو موجودة قدامنا وإحنا هنحاول نخش في تفاصيلها واحدة واحدة، بتتكتب إزاي. ودي من الأسئلة اللي بكون دايما معاك من سنة أولى لسنة ثالثة. نقول بسم الله. The headmaster wrote a memo to the secretary asking her to call the engineer to come and fix the photocopier the next 15th of March. جميل قوي. المدير طلب، كتب ميمو للسكرتيرة يطلب منها انها تنفذ طلب معين، تتصل بالمهندس يجي يصلح مكان التصوير قبل 15 مارس. يعني المطلوب المهندس يجي لنا قبل 15 مارس. احنا قبل كده شفنا شكل الميمو، فهنشوف شكل الميمو معانا ازاي.
الميمو موجودة عندنا، تمام؟ موجودة ازاي؟ هنيجي نشوف from، من الشخص المسؤول، الشخص الكبير في الوظيفة، الشخص الأعلى في الوظيفة، to إلى الشخص الأقل في الوظيفة منه، اللي هينفذ الميمو، اللي هينفذ الأمر الموجود. re الموضوع، ملخص كده صغير أو عنوان الموضوع المفروض أو إيه المفروض بشكل عام هيتعمل في الميمو يعني بكل بساطة. date تاريخ كتابة الميمو، وناخد بالنا من تاريخ كتابة الميمو ده هنتكلم فيه وقت ما نيجي عند النقطة دي. بعد كده في عندنا إيه؟ الميمو بتاعتنا هنكتبها تحت هنا. نيجي نشوف الأول from، هل في مكتوب عندنا كلمة from في الميمو بتاعتنا؟ The headmaster wrote a memo to، لا لغاية دلوقتي مفيش. في wrote a memo to وبعدين the secretary، يعني في تو موجودة. طب نيجي نشوف هنكتب، هنطلع بنكتب الأول. طالما هو جاب لي كلمة تو يبقى أنا أستغل الفرصة وأكتب اللي بعد تو على أساس أحدد اللي قبل تو هو اللي بعد from، الوظيفة اللي أعلى هي اللي بعد from. يعني إيه الوظيفة اللي أعلى؟ أنا عندي headmaster وعندي secretary، نقول أعلى في الاتنين headmaster. أوكي طب نشوفها بطريقة تانية، أنا عندي to the secretary، إيه الوظيفة التانية اللي قبل to؟ the headmaster. يبقى أنا كده صح، يبقى أنا كده صح، يبقى from the headmaster من المدير to the secretary. طب نشوف RE الموضوع بتاعنا، الموضوع بتاعنا ممكن نلاقي كلمة زي كلمة asking her to، تمام، want her to، عايز منها كذا، طلب منها كذا، تمام، ask her he want her to، ونجيب لو حتى على حسب أي شكل المكان ندور على في المنطقة دي على كلام مفيد، على حاجة بسيطة نقدر نجيبها. إيه اللي موجود عندنا بعدها؟ ها call the engineer، اتصل بالمهندس. نشوف كده خلاص ماشي، خلاص حاجة بسيطة اهي. ولو جينا شفنا كلمة زي كلمة meeting قلناها قبل كده بكون هي أفضل إنها تتكتب يعني. هنا call the engineer اتصل بالمدير، جميل. طيب نشوف الdate التاريخ اللي هنكتبه، هل موجود عندنا كلمة the date is today؟ لا. هل مفيش تواريخ موجودة خالص؟ لا، في تاريخ موجود. التاريخ الموجود عندك بقول ايه؟ the next 15th of March، يعني عايز المهندس يجي قبل 15. هل ينفع اطلب من حد يجي لي في وظيفة وشغله معين واكتب يجي لي في يوم معين واكتب الميمو بعد حضوره؟ لا ما ينفعش. طب المطلوب ايه؟ المطلوب اكتب قبل التاريخ اللي موجود، يعني انا عندي 15 يبقى ممكن اتواصل، ممكن يكون 10 10th مثلا، ماشي 10th، 5th مثلا، والله براحتك، بس سد فرصة للي هيكتب الميمو انه يقدر يبعت، انه يقدر يبعت المهندس عشان المهندس يجي في وقت كده. يعني اعمل حسابي في تاريخ اكتب التاريخ بتاعي، the date is today يبقى تاريخ اليوم، مفيش تاريخ خالص موجود يبقى تاريخ اليوم، ولكن اخلص قبل تاريخ كذا يبقى لازم اليوم تكون مكتوبة قبل التاريخ ده. هل في عندنا في الميمو حاجة موجودة بالشكل ده؟ اللي هو ايه؟ 15 تاريخ 15، يبقى انا ممكن اكتب كام؟ تعال نشوف ايه اللي كتب عندنا. 10th of March، يعني العاشر من مارس، تمام كده؟ يبقى طب ممكن 5 مستر 7 8 براحتك والله، بس ما يكونش ايه؟ بعد كلام ده، او ما يكونش في نفس اليوم، لازم يكون قبل تاريخ 15. طب الميمو بقى نبدا نكتب موضوع الميمو بقى بعدين منين؟ من نفس النقطة اللي احنا جبنا منها RE او RE، من نفس النقطة دي ابدا كتابة الميمو بشكل مرة تانية. نيجي نشوف هنا، ها قال هنا ايه؟ please لو سمحت call the engineer to come and fix the photocopier the next 15th of March. مهذبين في اللفظ بتاعنا في الكلام بتاعنا، تمام. نشكر ان الشخص اللي احنا عاتيل الميمو، رحنا قال كلمة ايه؟ thanks. كده خلصنا من ميمو، نحاول نشوف شكلها ونحاول نشوف طريقة حلها. سؤال مضمور ان شاء الله في الامتحان، وسؤال سهل جدا جدا جدا. السؤال اللي بعد كده، السؤال السابع والأخير في الامتحان، fill in the following table، ده نوع تاني من الميمو، نوع تاني سوري من السؤال السادس، نوع تاني من السؤال السادس مش السؤال السابع، نوع تاني من السؤال السادس table، وهنحط فيه معلومات أو بيانات. التيبل دي بتقول إيه؟ أحمد جمال is sales manager، he works for BOS in Giza، he likes reading and watching football، he was born in 1999. دي بيانات عن أحمد جمال. طيب المطلوب
نشوف المطلوب. First name الاسم الأول. Second name الاسم الثاني. Nationality جنسية. Occupation or job ما فيش عندنا job. Occupation يعني وظيفة. Hobbies هوايات. طب نشوف كده First name مين؟ أحمد. جميل. ها Second name أو surname لو حبينا نقولها جمال. جنسية Egyptian. لو سمحت يا مستر Egyptian مش موجودة. قال لك لا He works for BOS in Giza واسمه أحمد جمال. Egyptian ماشي. Occupation وظيفته ها Sales manager. ها Hobbies هواياته and he likes reading and watching football. تمام يبقى reading and watching football. طبعا التيبل دي سهله جدا جدا ونحاول نشوفها ان شاء الله. وممكن كمان لو اقول لي كلمه ايج العمر او السن يبقى انا على طول 1999 و2021 يبقى نخصم دول من دول على طول. يبقى السن عندنا 22 سنه لو حب طلب من العمر او السن. نشوف بقى السؤال السابع والاخير عندنا في بالنسبه للامتحان ده ترانزليشن ترجمه. الترجمه بتاعتنا ترانزليت انتو عربيك عندي 3 ماركس يعني 3 جمل سوري 3 ماركس 3 درجات. عندي 3 جمل لغه انجليزيه يترجموا الى لغه عربيه. ها ادي 3 جمل بتوعنا. اوكي تمام نشوفهم كده مع بعض. شوف وادي الترجمه 1 سنتنس. اما نيجي بقى نترجم من العربي الى انجليزي هنترجم جمله واحده فقط مش هنترجم الاثنين. اول جمله How often do trains travel from Port Said to Alex daily؟ كم مره تسافر القطارات من بورسعيد الى الاسكندريه يوميا؟ How often كم مره؟ Trains travel يبقى كم عدد المرات او كم مره تسافر القطارات من بورسعيد الى الاسكندريه يوميا. هنا لازم نبدا بكلمه استفهام هاو اوفن زي ما قلنا كم عدد المرات. Do trains travel الفعل المساعد ده هنا ملوش اهميه ملوش ترجمه معنى ولكن هو بيساعدني هنا في الزمن بتاعي في السؤال. يبقى هاو اوفن دو ترينز ترافل فروم بورسعيد تو اليكس دايلي. كم مره تسافر القطارات او تغادر القطارات من بورسعيد الى الإسكندرية يوميا. الجملة الثانية Listening to music, diving and reading are my favorite hobbies. Listening to music كلكم أو معظمكم الاستماع إلى الإيه؟ إلى الموسيقى. Diving الغوص أو الغطس and reading والقراءة مالهم are my favorite hobbies هواياتي المفضلة. يبقى نقول الجملة على بعضها كده الاستماع إلى الموسيقى والغوص والقراءة هواياتي المفضلة. أنتم ملاحظين إن الجملة هنا من عرب في العربي ما فيش فيها فعل؟ ليه؟ عشان المين فيرب عندي الفعل الرئيسي عندي في الجملة عندي فيرب تو بي. الجملة هنا أما يكون فيها فيرب تو بي في الترجمة تبقى بنيجي نترجمها تاني جملة مبتدأ وخبر. جملة مبتدأ وإيه؟ وخبر ما فيش فعل هنا. يبقى نقول الاستماع إلى الموسيقى والغوص والقراءة هواياتي المفضلة. Number three, my cousin is an accountant in a factory in Cairo. نيجي نشوف نمرة واحد ترجمتها كم مرة تسافر القطارات من بورسعيد إلى اسكندرية يوميا. بعد كده الاستماع إلى الموسيقى والغوص والقراءة هواياتي المفضلة. My cousin is an accountant in a factory in Cairo. My cousin يعني إيه؟ ابن عمي ابن خالي على حسب ما انت عايز تقولها بسهوله يعني تمام او بنت عمي حتى. ابن عمي محاسب في مصنع في القاهره. يبقى my cousin is an accountant in a factory in Cairo. نيجي بقى نشوف الجمله من عربي الى انجليزي. مكاتب الشركه في الطابق الارضي. مكاتب الشركه مكاتب يعني ايه؟ اوفيس شركه كومباني. طابق فلور ارضي إيرث؟ لا هنا طالما في الطوابق يبقى نقول ايه؟ جراوند. طب نيجي نشوف الترجمه تقول ايه؟ مكاتب الشركه يبقى نقول ايه؟ ها شوف هنجيبها نقول ايه؟ The company offices او the offices of the company. الاثنين صح. The company offices او the offices of the company.
are in the ground floor. ground floor هنا يبقى الطابق الايه الارضي. يبقى هنا ground هنا جاي adjective عشان كلمة floor. تمام؟ مش يقول لي ground يعني الارض يا مستر وفلور يعني الطابق والكلام ده ينفع؟ لا، هنا طالما الاسمين ورا بعض بالشكل ده في الجملة دي. there. how many photocopiers ايه are there. تمام كده؟ number five بنقول it's احمد زكار. it's احمد زكار. الابوستروف اس هنا ابوستروف اس is for. ابوستروف اس اللي عندنا خاصة بمين بقى؟ has ولا is possessive or does. اتس احمد زكار دي سياره احمد، از موجوده عنده قدام، فما تنفعش ان انا اختار ابوستروف اس، ان انا اختار اقول لي از ولا هاز. يبقى دي خاصه بكلمه ايه؟ بوسيسيف. دي خاصه بكلمه بوسيسيف. كده على قد ما قدرنا غطينا معاكم اجزاء من الامتحان، وان شاء الله يا ريت بس نكون افدناكم شويه ونسمع عنكم كل خير ان شاء الله. المطلوب من حضراتكم بعد رؤيه الحلقه وبعد رؤيتها برضو على الفيديو على اليوتيوب، انا تحت امركم في اي سؤال في اي وقت على القناة على اليوتيوب، انا هكون موجود معكم، وفي اي سؤال في اي وقت كان انا جاهز للرد، وجاهز للرد على ملاحظاتكم، وجاهز للرد على اسئلتكم. ويا رب يجعلنا نكون سبب لشيء مفيد ليكم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. والى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة او في الترم الثاني، ونراكم على خير. معكم محمد عبد الرحمن، نراكم على خير من قناتنا التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.